صباح الخير يا وطنا يسير بمجده العالي إلى الأعلى. صباح الخير يا وطن، صباح الخير من رفح حتى رأس الناقورة، من قدس العروبة وغزة الأبية حتى الخليل. صباح نسيم الجليل العليل، صباح الخير من حيفا وعكا والناصرة وبئر السبع إلى نابلس جبل النار. صباح نخيل أريحة وبرتقال يافا، صباح الخير لبيسان والمجدل وإسدود وعسقلان. صباح الخير من أم الرشراش والمزيرع ويالو ولفتة وعين كارم والعباسية وبيت نبالة وصفد. صباح الخير إلى بيت نوبة وعمواس والقسطل من طبرية حتى النقب. صباح الخير للد والمثلث، صباح الخير من وطن يا وطن. صباح الخير من مهد بيت لحم إلى قلقيلي وطول كرم وجنين. صباح الخير لأهلنا في طوباس وسلفيت، صباح الخير لكل مدينة وقرية ومخيم. صباح الخير لشعبنا في الشتات واللجوء، صباح الخير للأسرى والجرحى ولذوي الشهداء. صباح الخير للعمال والفلاحين، صباح الخير للطلاب، صباح الخير للفقراء، صباح الخير يا وطن. صباح الخير يا أرضا عشقناها مدى الزمن. في هذه الجولة الإخبارية الصباحية نتابع معكم آخر التطورات والأحداث الميدانية مع شبكة مراسلين، وعلى امتداد الوطن السليب نقرأ الخبر نقدمه ونحلله بعين فلسطين. برنامج صباح الخير يا وطن مع آلاء العملة وعلياء الطيطي يأتيكم الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 من الأحد حتى الخميس. هذا البرنامج برعاية مستشفى اتش كلينيك التخصصي هيلث صحة هيومانيتي إنسانية هاي ستاندرد اوف كير، معايير عالية للرعاية الطبية، وبنك الاستثمار الفلسطيني تنمية وأمان، وشركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية جودة صحة مذاق طيب. الجنيدي إلنا كلنا. أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج صباح الخير يا وطن برعاية بنك الاستثمار ومتشا أو مشفى تشيكلينك التخصصي وشركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية. معكم في الأعداد والتقديم آلاء العملة، وفي المتابعة والتنسيق رشا حسوني، وفي الإخراج التلفزيوني خالد نجاص. وإلى العناوين: السرطان ينتشر مجددا في جسد الأسير ناصر أبو حميد ويصل إلى رئته اليسرى. ومن أوكرانيا التماس لمحكمة الاحتلال الإسرائيلية ضد منع اللاجئين الأوكرانيين من دخول فلسطين المحتلة. وزارة العمل في غزة تعلن إرسال 2000 عامل للداخل المحتل. ومعنا في المنوع وسادة تتنفس تقنية جديدة لتخفيف الشعور بالاضطراب والقلق. أهلا بكم في التفاصيل. أغلقت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع جهاز الضابطة الجمركية ووزارة الصحة في محافظة رام الله والبيرة مساء أمس مخبزا لعدم التزامه بشروط السلامة العامة. وأوضح مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك إبراهيم القاضي أن المخبز يعمل في ظروف صحية سيئة ولم يراعي الحد الأدنى من متطلبات الصحة والسلامة العامة عند إعداد وبيع الخبز وغيره من السلع للمواطنين. وأشار القاضي إلى ضبط طواقة مواد منتهية الصلاحية داخل المخبز تقدر ب 250 كيلوغراما علاوة على مخالفة عدم إشهار الأسعار. وعلى إثر ذلك تم إغلاق المخبز وسيتم اتخاذ المقتضى القانوني المتبع بحق صاحب هذا المخبز.
أظهرت التحقيقات أن الشاب سند سالم الهربد الذي استشهد برصاصتين أطلقها عليه عنصر وحدة المستعربين من الخلف استقرت إحداها في القسم العلوي من ظهره، وبحسب ما نقلتها أرتس العبرية عن مصادر مطلعة على نتائج تحقيق قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة محاج مساء أمس، فقد أكدت التحقيقات بأن الشهيد لم يكن مقابلا للمستعرب القاتل وإنما أعطى ظهره للشرطي قبل أن يطلق الأخير النار عليه، ذلك خلافاً لما زعم القاتل الذي كان قد ادعى أنه أطلق النار على الهربد بعد أن شعر بخطر مباشر يتهدد حياته، وزعم أيضاً أن الشهيد صوب مسدساً من مسافة 6 أمتار نحوه. بحسب نفس المصدر اعترف القاتل الذي يخدم في وحدة المستعربين التابعة لما تسمى قوات حرس الحدود الشرطية في الشهادة التي قدمها أنه استهدف الشهيد برصاصتين وأطلق النار في البداية على الجزء السفلي من جسده، وبعد أن سقط شهيدا وسقط أرضا أطلق القاتل رصاصة أخرى استهدفت الجزء العلوي من جسده. من المتوقع أن تصدر النتائج خلال الأيام القليلة المقبلة، ورجحت أرتس أن تقود نتائج التحقيق إلى إخضاع هذا الشرطي القاتل إلى جلسة تحقيق إضافية. نعى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الحاج دياب المصري الضيف، وهو والد محمد الضيف القائد العام لكتائب القسام وقائد أركان المقاومة. وقال هنية في بيان نعي وذلك اليوم صباحا بقلوب مؤمنة بالله وقدره: ننعى إلى شعبنا وأمتنا رجلا صابرا معطاء من رجال فلسطين ووالدا عزيزا وأبا لرمز المقاومة على أرض فلسطين. وتقدم هنية باسمه وباسم القيادة وأطرها وكوادرها وأبنائها بأحر التعازي إلى القائد خالد الضيف وعائلته الكريمة. ننتقل معكم إلى أبرز الأحداث ميدانيا مع الزميل الصحفي أمين أبو وردة. صباح الخير. صباح الخير لكم، تحية. أهلا بك معنا. بداية لو تحدثنا عن أبرز المداهمات، الاعتقالات وأيضا الاقتحامات الحاصلة خلال الساعات الأخيرة وصباح هذا اليوم. الاحتلال اقتحم عدة بلدات فلسطينية فجر هذا اليوم، حيث جرى اقتحام بلدة قباطية في قضاء جنين واعتقال الشاب أنس أبو الرب. أيضا جرى اقتحام مخيم العذوب في شمال الخليل واعتقال محمود جوابري وهنا البدوي، إضافة إلى اقتحام وسط مدينة قلقيلي منتصف الليلة الفائتة واعتقال عصام أبو حجلي. طبعا قوة خاصة دخلت المدينة ثم عقبها قوة الاحتلال. جرت عمليات اقتحام لمنزل أيضا محمد سبعني في قباطية دون اعتقال. اقتحام بلدة عقربة منتصف الليلة الفائتة بعد تعرض مركبة لإطلاق نار. عمليات تمشيط وملاحقة للمواطنين، العثور على سيارة محروقة في نفس المكان، وأيضا احتجاز شابين لفترة من الوقت ثم إخلاء سبيلهما لاحقا. نعم، إذن هذه الأخبار كانت ميدانيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ما هي أبرز العناوين، الملفات والقضايا التي لاقت اهتماما من قبل النشطاء؟ لم تختلف كثيرا عن ملفات اليوم الماضي، يعني تقريبا ممكن القول أن مواضيع الانتخابات ما تزال تحتل صدارة بالمرتبة الأولى، وبخاصة أن هناك مزيد من الضخ واستخدام أشكال جديدة من الدعاية الإعلانية والإعلامية على كل وسائل الإعلام المتوفرة سواء كانت تقليدية أو رقمية جديدة. أيضا موضوع الأسعار ما زال يحظى أيضا باهتمام كبير، رغم أنه لم يقتصر الآن الحديث على موضوع الخبز، الآن أصبحت بعض الخضروات طبعا وبعض تفسيرات التجار أن السبب هو حالة الصقيع في الأيام الثلاثة الماضية هي التي انعكست على غلاء أسعار خاصة الخضروات مثل الكوسة والخيار، وطبعا ارتفاع كبير، وهذا كان مقياس للأسعار في أريحة هو حسبة أريحة التي تسوق هذه المنتجات غالبا إلى أسواق باقي مدن الضفة الغربية. أيضا الحديث عن التحضيرات لشهر رمضان، الآن مبكرين ولكن التحضيرات بسبب ارتفاع الأسعار بدأت توجس الفلسطينيين قبيل حلول هذا الشهر الفضيل، وخاصة التركيز أيضا على أسعار اللحوم والدجاج. ناهيك أيضا عن موضوع
موضوع الخبز الذي أيضا ما زال الآن في طي البحث بين نقابة المخابز وبين وزارة الاقتصاد. جانب آخر، الأحداث الميدانية وممارسات الاحتلال أيضا لها حصة في ظل استمرار عمليات الدهم والاعتقال. وأخيرا الآن بدأ موضوع الأسرى يبرز على سطح مع إعلان الحركة الأخيرة بدء خطوات الإضراب المفتوح للطعام من اليوم. هذا يجعل موضوع الأسرى يبدأ بالعودة إلى سلم الاهتمام في ظل حركات وحركات داخل السجون ستنعكس بالتأكيد على الشارع الميداني الفلسطيني ومن ثم الحالة الرقمية الفلسطينية. نعم، إذن هذه أبرز الأحداث ميدانيا وعبر مواقع التواصل. شكرا لزميلة صحفي أمين أبو وردة، حدثنا عبر الهاتف. إلى ذلك، أخطرت سلطات الاحتلال يوم أمس بوقف استصلاح أراض في قرية أرطاس جنوب بيت لحم، وأكد نائب رئيس مجلس قروي أرطاس عوض أبو صوي أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة جبل أبو زين جنوب القرية، كما وضعت إخطارا يتضمن وقف استصلاحها، وبين أن المنطقة تعود ملكيتها لجميع عائلات القرية وتبلغ مساحتها ما يقرب من 700 دنم من الأرض. في العام المجدي أحمد شعبان البالغ من عمر 36 عاما من بلدة مجد الكروم يوم أمس متأثرا بجروحه الخطيرة إثر إصابته في حادث عمل بمنطقة حيفا. ذكر موقع عرب 48 أن هذا العامل سقط من سقف مبنى على ارتفاع 6 أمتار خلال عمله بمصنع في المنطقة الصناعية خليج حيفا المحتلة، وأصيب بجروح بالغة الخطورة في رأسه، وأعلن الأطباء عن وفاته على الفور. يشار إلى أن الشرطة فتحت تحقيقا في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد الصناعة والتجارة والتشغيل وفقا للمقتضى القانوني. اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال يوم أمس قسم رقم 13 في سجن نفحة، وقامت بعزل أسيرين. وأكد نادي الأسير في بيان مقتضم له أن إدارة سجون الاحتلال في نفحة ادعت وجود فتحة داخل غرفة الزيارة. أعلنت الحركة الأسيرة لجنة الطوارئ الوطنية العليا في بيانها 9 الشروع بإضراب مفتوح عن الطعام في كافة السجون، وذلك بدءا من تاريخ 25 من الشهر الجاري حتى تحقيق كافة المطالب المشروعة للأسرى. من المفترض أيضا أن تخرج الجماهير والحركة الشعبية والقوى الحية والفصائل المقاومة والقيادة الفلسطينية لمساندة الأسرى في هذه المعركة بحسب ما طالب به المعتقلون داخل الأسر، علما أن هناك 490 أسيرا لا يزالون يواصلون إضرابهم عن حضور المحاكم الاحتلالية، وذلك رفضا لاعتقالهم الإداري. إلى ذلك أيضا، أصيب أسير محرر برصاص قوات الاحتلال الخاصة من وحدة المستعربين قبل أن يقوموا باعتقاله في مخيم جنين. وأكدت الوكالة الرسمية أن قوات خاصة تسللت بالفعل إلى المخيم وأطلقت الرصاص صوب الأسير المحرر مؤمن عصام عبد الرحمن البالغ من عمر 28 عاما، وأصابته في ساقه أثناء تواجده قرب دوار الحصان وذلك عند المدخل. ويشار إلى أن الأسير المحرر مؤمن أمضى 3 سنوات في سجون الاحتلال وكان مطاردا.
أيضا الأسير ناصر أبو حميد لا زال يعاني من وضع صحي خطير بعد أن وصل السرطان إلى جسمه تقريبا بالكامل. فبحسب ما قال ناجي أبو حميد وهو شقيق المعتقل، فإن نتيجة الصورة النووية الأخيرة التي أجريت له في مشفى سافاروفي بيّنت عودة السرطان للأسف إلى رئتيه، كما أن هناك شكوكا حول وصول المرض إلى دماغه. حول هذا الملف معنا رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان. صباح الخير. صباح النور، أهلا بك معنا. بداية، يعني كما أسلفنا منذ قليل، الوضع الصحي للأسير ناصر أبو حميد يزداد خطورة يوما بعد يوم، وهناك أيضا شكوك بأن السرطان وصل ليس فقط إلى رئته اليسرى وإنما أيضا إلى دماغه. ما هي الإجراءات اليوم المتخذة من أجل الضغط على قوات الاحتلال للإفراج عنه؟ يعني بعد التحية لأسرانا وأسيراتنا في مختلف السجون والمعتقلات الإسرائيلية، منذ اللحظة الأولى التي أصيب فيها الأسير ناصر أبو حميد بهذا المرض الخبيث وهو يعاني أوضاع صحية خطيرة، وقد ركض في مستشفى سافاروفي أكثر من 25 يوما بعد إصابته بالسرطان وبعد أن تلقى علاجا كيماويا دورتين على التوالي. بعد الصورة النووية التي أجريت له في مستشفى سافاروفي تبين أن السرطان قد رجع إلى رئتيه وهو الآن في أوضاع صحية صعبة، يستخدم قارورة من الأكسجين وهو على كرسي متحرك ولا يستطيع الحركة، هو يتحرك بمساعدة شقيقه محمد الذي أتى من سجن عسقلان ليقف إلى جانب شقيقه ويقوم على خدمته بسبب سوء حالته الصحية. الصورة الأخيرة التي أجريت له تثبت أن السرطان قد عاد إلى الرئتين وهو الآن ينتشر في أنحاء مختلفة من جسده، والخشية أن يكون هذا السرطان قد يمتد أو يصل إلى الدماغ، وهذه مرحلة متقدمة من الإصابة بالسرطان لا سمح الله إذا وصلت إلى هذه المراحل. ستكون هناك جولات من العلاج الكيماوي للأسير ناصر أبو حميد في الأسابيع القادمة، وحتى هذه اللحظة لم يتم تحديد موعد جلسة العلاج الكيماوي له بسبب خطورة حالته الصحية. ونحن كنا قد طالبنا اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومختلف المؤسسات الصحية والحقوقية العاملة في الأراضي الفلسطينية بضرورة نقله إلى مشفى مدني إسرائيلي وليس أن يكون موجودا في مشفى سجن الرملة الذي لا يقدم الخدمات المطلوبة لمثل حالة الأسير المريض. بمعنى أنه أجرى الفحوصات في سافاروفي المشفى الإسرائيلي ثم عاد مجددا إلى عيادة الرملة بالرغم من تدهور وضعه الصحي. نعم بالتأكيد، يأخذونه فقط لإجراء الفحوصات والصور المطلوبة ثم يقومون بإعادته إلى مستشفى سافاروفي إلى مستشفى سجن الرملة. قبل أكثر من 20 يوما تم نقله إلى مستشفى سافاروفي وتم إزالة المياه عن الرئتين ثم تم إعادته إلى مشفى سجن الرملة رغم كل المناشدات والمطالبات والمذكرات التي رفعت إلى إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية وتحديدا إدارة سجن الرملة بضرورة نقله إلى مشفى مدني بسبب تدهور حالته الصحية، وليس فقط إعادته وإنما المطالبة بالإفراج عنه لخطورة حالته الصحية. نعم، لماذا يتعنت الاحتلال ربما لغاية اللحظة في مسألة الإفراج عن ناصر أبو حميد مع العلم أنه اليوم لا يقوى حتى على الطعام ويعني فاقد للذاكرة ويستفرغ بشكل مستمر؟ هل يشكل ناصر أبو حميد خطرا بالنسبة لأمن الاحتلال؟ ولكن يعني لماذا هذا التعنت تحديدا بموضوع ناصر أبو حميد ولا يتم الإفراج عنه بأقرب فترة ممكنة، علما بأنه طبيا هو بأي لحظة من الممكن أن يفارق الحياة؟ يعني هذا تأكيد على استمرار السياسات الانتقامية بحق أسرانا الأبطال داخل السجون الإسرائيلية. نعم. الأسير الشهيد كمال أبو عار الذي كان محكوما 6 مؤبدات داخل السجون الإسرائيلية يحتفظ بجثمانه في ثلاجات الاحتلال الإسرائيلي، هناك 8 جثامين لأسرى شهداء داخل السجون الإسرائيلية، هم لا يفرجون عن الأسرى المرضى الأحياء داخل هذه السجون إنما يحتفظون بجثث
شهدائنا داخل السجون الإسرائيلية، وهذا مخالف لكل الأعراف والمواثيق الدولية. لذلك هم الآن يتواصلون في هذه السياسات الانتقامية، ليس فقط من الأسير ناصر أبو حميد، وإنما من أكبر الأسرى سنا في السجون الإسرائيلية، الأسير فؤاد الشوبكي، يسر المصري، معتصم رداد، خالد الشاويش، ورياض لعمور، وغيرهم من الأسرى الذين يعانون من إصابتهم بالسرطان داخل السجون الإسرائيلية، ومنهم من يصل عمره إلى أكثر من 83 عاما. لذلك هذه سياسات انتقامية ممنهجة ممروجة تمارسها الحكومة الإسرائيلية على أيدي إدارات مصلحة السجون الإسرائيلية بحق الآلاف من أسرانا بشكل عام وبحق الأسرى المرضى بشكل خاص. نعم، ولكن ربما الضغط على دولة الاحتلال بكافة الطرق كان له نتيجة بمرة من المرات على الأقل. اليوم ما الذي من الممكن فعله أو أن نقوم به سواء على المستوى الرسمي، على المستوى الشعبي، على أي مستوى من أجل تحريك هذا الملف بأي طريقة من الطرق؟ يعني الأوضاع قريبا وفي 25 هذا الشهر ستنفجر في كافة السجون الإسرائيلية. الأسرى على موعد في الدخول في إضراب مفتوح الطعام، أكثر من 1500 أسير سيدخلون في هذا الإضراب. أوضاع الأسير ناصر أبو حميد ستكون مدعاة لبرنامج وطني تصعيدي في كافة المحافظات الفلسطينية، وكذلك من أجل إسناد الحركة الأسيرة في إضرابها المفتوح عن الطعام، سنشهد في الأيام القريبة القادمة حراكا شعبيا وجماهيريا في كل المحافظات الفلسطينية في داخل الوطن وخارجه، وكذلك لابد أن يكون هناك حراكا سياسيا ودبلوماسيا وحقوقيا وقانونيا لإسناد الأسير ناصر أبو حميد وكل الأسرى المرضى داخل السجون الإسرائيلية من أجل توفير شبكة أمان وحماية لهم من هذا التغول الإسرائيلي في التعاطي والتعامل معهم خارج نطاق كل الأعراف والمواثيق الدولية، وخاصة مواثيق جنيف الثالثة لحقوق أسرانا داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية. نعم، يعني بالخمس والعشرين من الشهر الجاري كما أسلفت سيكون هناك إضرابا للأسرى بشكل جماعي، وسنشهد على ما يبدو انفجارا في السجون، ولكن هناك مطالبات من الأسرى من أجل تحرك الشارع، سواء الشعب أو القوى أو الفصائل أو القيادة الفلسطينية. هل لديكم اليوم برنامج واضح من أجل يعني دعم الأسرى، وهل هناك حملات لها عنوان محدد من الممكن أن نتابعها؟ نعم، اللجنة الوطنية لإسناد الأسرى في إضراب المفتوح عن الطعام سيكون لها اجتماع يوم الاثنين القادم بحضور كافة القوى الوطنية والإسلامية وممثلين عن مؤسسات الأسرى في كافة محافظات هذا الوطن في مدينة رام الله، من أجل صياغة البرنامج الوطني الإسنادي التصعيدي للوقوف إلى جانب الحركة الأسيرة التي ستعلن عن إضرابها المفتوح عن الطعام في 25. والآن أسرى الفصائل داخل السجون قاموا بتسمية الأسرى الذين سيدخلون في هذا الإضراب المفتوح عن الطعام، وهؤلاء الأسرى هم من كافة أسرى الفصائل داخل السجون الإسرائيلية، وهذه المرة الأولى التي يدخل فيها أسرى من كافة الفصائل في هذا الإضراب المفتوح عن الطعام، وهذا يعني أن الشارع الفلسطيني بكل ألوانه وانتماءاته السياسية سيكون على جاهزية للوقوف والإسناد للحركة الأسيرة وفق البرنامج الوطني الذي سيتم إطلاقه قبل موعد الإضراب في 24 من أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة البيرة في مؤتمر صحفي، وكذلك من أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة، إذانا ببدء أوسع الفعاليات الشعبية والجماهيرية وقوفا وأسنادا للحركة الأسيرة في إضرابها المفتوح على الطعام. بركت الجهود. أمين شومان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين حدثنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة وطن أن غالبية المستطلع آراؤهم يعتقدون أن القيادة الفلسطينية غير جادة بتنفيذ ما أقره المجلس المركزي بوقف التنسيق الأمني وتعليق الاعتراف بدولة الاحتلال. وطرحت وطن على موقعها الإلكتروني سؤالا مفاده: هل تعتقد أن القيادة جادة بتنفيذ ما أقره المجلس المركزي بوقف التنسيق الأمني وتعليق الاعتراف بإسرائيل؟ 90% من المستطلع آراؤهم أو 90% قالوا إن القيادة غير جادة بتنفيذ ما أقره المجلس المركزي في اجتماعه الأخير بوقف التنسيق الأمني وتعليق الاعتراف بدولة الاحتلال، بينما رأى 7% فقط أن القيادة الفلسطينية جادة في ذلك.
وأيضا أبدى 3% عدم معرفتهم بما يجري. وكان المجلس المركزي قد قرر في نهاية اجتماعه في شباط الماضي وقف التنسيق الأمني بأشكاله المختلفة وتعليق الاعتراف بدولة الاحتلال لحين اعترافها بدولة فلسطين على حدود 67 بعاصمتها القدس الشرقية. ننتقل معكم إلى غزة، وهناك الكثير من الملفات من بينها وزارة العمل في القطاع التي تتجهز اليوم لإرسال ما يقرب من 2000 عامل إلى الداخل المحتل من أجل العمل. معنا حول هذا الملف وأكثر الزميل الصحفي عبدالله الجمل. صباح الخير. أهلا بك معنا. بداية سنبدأ من حيث ما أسلفنا عن دخول ما يقرب من 2000 عامل إلى دولة الاحتلال. تمام. استلمت وزارة العمل يوم الثلاثاء الماضي الهيئة العامة للشؤون المدنية الدفعة الأولى من تصاريح العمل في الداخل المحتل والبالغ عددها 2000 مرشح من أجل استكمال الإجراءات مع الاحتلال. وأوضحت الوزارة أن فور الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بتصريح العمل سوف يتم تسليمها من خلال مديريات العمل 5 في محافظات قطاع غزة، وستصل رسالة لكل مستفيد من أجل استلام تصريحه. الجديد يعني في الموضوع أنه حاليا خرج الفترة الماضية 10,000 تصريح عن طريق الغرفة التجارية. الملف تم تحويله بالكامل لوزارة العمل. من ضمن 10,000 تصريح اللي خرجوا 2000 تاجر حقيقي و8,000 تاجر يصنفوا ضمن احتياجات اقتصادية، هم بالأصل عمال لكن يعني عملوا سجلات تجارية من أجل أنهم يحصلوا على تصريح. العدد المتوقع لإصدار التصريح 30,000 تصريح، حاليا صدر 10,000، في 2000 تصريح سيصدر خلال الفترة القريبة بانتظار استكمال العدد ليصل إلى 30,000 وفقا للاتفاق السياسي الذي أعلن عنه رئيس لجنة المتابعة. حسب معلوماتك، هل من الممكن أن يزيد الرقم عن 30,000؟ هل هناك احتمالية للزيادة؟ هو إلى الآن إحنا ما وصلناش ال 30,000، إحنا وصلين ل 12,000 في دفعة ستخرج يعني بانتظار موافقة الاحتلال 2000 نسمة. فهو الاحتلال يعني بتعمد يتراوغ في هذا المجال يعني دفعات قليلة جدا 2000-3000 اسم، فهذه وقتش أن نصل 30,000 أصلا. نعم. أيضا لو ذهبنا معك إلى ملف الغلاء تحديدا أسعار الدجاج وأسعار الخبز في قطاع غزة، هل ترأى أي تغيير لديكم في الأسعار، وهل هناك يعني ربما غلاف أو حماية للمستهلك في القطاع؟ تمام. وأمس اجتمعت وزارة الاقتصاد الوطني مع جميع أصحاب المخابز للاضطرار على سير عملها، وأوضحت الوزارة أن سعر غرفة الخبز سيبقى بسعرها الحالي 7 شواكل ولم يطرأ عليها أي تغيير. كم سعر غرفة الخبز عندكم؟ 7 شواكل. 7 شواكل. وزنها 2 كيلو و800. يعني بمعدل 50 رغيف صغير. نعم. بتطلع. لكن هو الفترة الماضية يعني الغلاء يعني كبير جدا، يعني مثلا لو نحكي كرتونة البيض وصلت 15 شيكل عفوا. الدجاج الكيلو تخطى 15 شيكل، نحكي احنا عن يعني عن غلاء ما يقارب النصف. نعم. كيف الامور يعني النيابة العامة تدخلت في هذا الموضوع بمستوى دخل فردي متدني جدا لا يتجاوز 50 شيكل. جدا. النيابة العامة عقدت اجتماع مهم لمناقشة ضبط حالة الامن والاستقرار الاقتصادي في ظل ورود بعض التقارير التي تتحدث عن استغلال التجار خاصة القمح وموضوع الدقيق والأمور هذه. أكدت أن تم إصدار تعليمات لكافة النيابات بضرورة مباشرة اتخاذ الإجراءات القانونية والمتابعة بكل حزم من أجل عدم يعني عدم إن شاء الله الاحتكار في هذا المجال، لكن الأمر واضح جدا، الغلاء واضح جدا في ظل وضع اقتصادي متردي أصلا. بظل هذا الوضع المتردي كما قلت، يعني هناك أيضا خطر على المحصول الزراعي في غزة بسبب المبيدات الحشرية، وهذا ما وصلنا مؤخرا، ما هي التفاصيل لديك حول ذلك؟ تمام. هي في طائرات الاحتلال استخدمها لقوم برش المبيدات على طول الحدود القطاع. تمام. المبيدات الحشرية هذه السامة، المزارعين هناك أكدوا أن قوات الاحتلال ألحقت أضرار متفاوتة بنحو 161 دونما زراعيا بعد رشها بمبيدات كيماوية غير معروفة،
وأوضحوا أن طائرات إسرائيل ألقت خلال الأيام الماضية المبيدات الكيماوية على نحو 900 دنم زراعي شرق قطاع، إضافة إلى 161 بيت 900 دنم أيضا تم إلقاؤهم. مسؤول اللجان الزراعية في منطقة جحر الديك والكوليج الأستاذ أو المزارع إياد أبو غليبة أوضح أن عمليات رش المبيدات شملت المناطق الممتدة من منطقة مكب النفايات شرق دير البلح حتى موقع كسوفين العسكري، موضحا أن المنطقة المستهدفة تضم أراضي مزروعة بالحبوب والخضروات خاصة يعني الأمور هذه. الاحتلال يعني يتعمد التضييق على المزارعين من خلال تجريف أراضيهم، من خلال إطلاق النار المتكرر عليهم، من خلال رش المبيدات. هي الحدود الشرقية حدود زراعية كاملة يعني بالأساس ما فيش فيها سكان إلا مناظر، بالتالي الاحتلال يعني يتعمد أنه يبقيها منطقة أمنية عازلة باستمرار. نعم، إذن هذه كانت أبرز الأحداث من قطاع غزة، حدثنا عنها زميلة صحفي عبد الله الجمل، شكرا جزيلا لك. أفادت سفارة فلسطين لدى المجر بالموافقة المبدئية للجهات ذات الاختصاص في المجر على معادلة شهادات قبول الطلبة الفلسطينيين الدراسيين في أوكرانيا، ويرغبون بأن يتابعوا الدراسة في الجامعات المجرية في كل بتخصصه، وذلك وفقا لعدة شروط نص عليها القانون. وأوضح المستشار السياسي لوزير الخارجية السفير أحمد الديك يوم أمس أن من يرغب من الطلبة الفلسطينيين الدارسين في أوكرانيا البحث بإمكانية استكمال دراسته في المجر اتباع إحدى الطريقتين، إما أن يخاطب بشكل مباشر الجامعة التي تقدم التخصص المرغوب واللغة التي كان يدرس فيها في جامعات أوكرانيا، أو مخاطبة سفارة فلسطين لدى المجر عبر بريدها الإلكتروني. موقع صحيفة أرتس العبري أن السفارة الأوكرانية في دولة الاحتلال قدمت التماسا لمحكمة الاحتلال العليا ضد سياسة تحديد عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين بإمكانهم أن يدخلوا إلى دولة الاحتلال، والتي تقضي باستيعاب ما يقرب من 5000 أوكراني هاربين من الحرب الروسية على أوكرانيا. الصحيفة قالت أيضا بأن هناك تكليف رسمي من قبل محامي إسرائيلي برفع التماس للمحكمة الإسرائيلية ضد السياسة التي حددتها حكومة الاحتلال بقرار من وزيرة الداخلية بإلزام اللاجئين الفارين من أوكرانيا تسجيل طلب الدخول لدولة الاحتلال عبر شبكة الإنترنت. حول هذا الملف معنا الآن عبر الهاتف الخبير في الشأن الإسرائيلي فايز عباس. صباح الخير. صباح الخير، أهلا بك معنا. بداية، ما الذي يعنيه ذلك أن يكون هناك التماسا أوكرانيا في دولة الاحتلال من أجل رفع أعداد الهاربين من أوكرانيا إلى دولة الاحتلال؟ عمليا من قدم الالتماس هم شخصيات إسرائيلية أو أشخاص من إسرائيل، ومنهم محامي، وانضمت السفارة الأوكرانية إلى هذا الالتماس، لكنها هي لم تقدم مباشرة مثل هذا الالتماس، لكن انضمامها إلى التماس ضد حكومة إسرائيل كسفارة أجنبية هذه سابقة في تاريخ إسرائيل بعتقد. والسبب هو يعني العنصرية وبكل ما يتعلق بوصول الأوكرانيين إلى إسرائيل. إذا كان يهوديا فيمكنه أن يحصل على الجنسية فورا، وإذا لم يكن يهوديا يتم إعادته. بالمناسبة إسرائيل أعادت ليس العشرات وإنما المئات من الأوكرانيين الذين وصلوا إلى مطار اللد. يعني بالنسبة لإسرائيل إذا كنت يهوديا فعش، وإذا كنت غير يهودي روح ارجع على بلادك وموت. هذا يعني هذا أكبر دليل على مدى عنصرية هذه الدولة، وطبعا عدم الأخذ بعين الاعتبار
مآسي أو حروب الشعوب الأخرى، مع العلم أن إسرائيل أو اليهود بشكل عام كانوا قد ما زالوا يحتجون على دول العالم التي رفضت إدخال اليهود في إبان الحرب العالمية الثانية والنازية في ألمانيا. لذلك هم يتهموا العالم كله بالتآمر على اليهود، واليوم إسرائيل يعني تسير في نفس الموقف وفي نفس السياسة التي انتهجت ضد اليهود عام 1938. هذا يدل على مدى عنصرية هذا النظام الإسرائيلي. نعم، يعني هذا يعني ما أسلفت به من عنصرية ومن تعنت ومن أيضا محاولة للتمييز الواضح، هل من الممكن أن تقاضى دولة الاحتلال على ما تفعله من سوء استقبال اللاجئين الأوكرانيين؟ بعتقد أنه يمكن، لكن هذا لم يحدث حتى الآن. لكن بالنسبة لإسرائيل، إسرائيل هي على قناعة أنها فوق القانون الدولي، وأكبر دليل على ذلك ممارساتها اليومية في الضفة وقطاع غزة. لذلك أنا لا أرى الإمكانية هذه، خاصة من قبل اللاجئين الأوكران، لأن الرئيس الأوكراني معروف هو يهودي وصهيوني، وكان من أول المبادرين إلى نقل السفارة الأوكرانية إلى القدس. وهذا يعني أن العلاقات بين أوكرانيا وإسرائيل هي بين، يعني إسرائيل لم تتخذ موقفا يعني بشكل مباشر ولا حتى غير مباشر أنها تدعم أوكرانيا، وهي اتخذت موقف الوسيط لكي هي تخرج من هذه الأزمة، خاصة أنها لا تستطيع أن تقف ضد روسيا، لأن روسيا تتواجد الآن على حدود إسرائيل في هضبة الجولان السورية المحتلة. الموقف الإسرائيلي بشكل عام من اللاجئين هو أسوأ المواقف في تاريخ البشرية. نعم، يعني ربما تاريخيا ديموغرافيا وجود الروس والأوكران في دولة الاحتلال هو يعني ليس بجديد، وهناك أعداد هائلة منهم موجودة هناك، وربما هذا ما أثار نوع من البلبلة في داخل دولة الاحتلال. هناك كانت تظاهرات في تل أبيب، وكانوا يرفعون لافتات مكتوب عليها اليهود لا يطردون اللاجئين وما إلى ذلك. هل من الممكن أن يقود ذلك إلى ربما مشاكل داخل دولة الاحتلال وانقسامات جديدة ربما؟ لا أعتقد، لأنه هذا من تظاهرهم مجموعة من الأوكرانيين الذين طبعا يعيشون في إسرائيل كيهود، هم احتجوا على هذا الموقف الرسمي الإسرائيلي، وبعض ممن يؤمنون بحرية الإنسان وحرية وعدم رفض اللجوء لهؤلاء الذين يعانون من الحروب. لكن بشكل عام إذا ما نظرنا إلى الأحزاب السياسية كاملة بدون استثناء، طبعا باستثناء القائمة المشتركة، لكنا نسمع أن هناك يعني إدخال عدد كبير من الأوكرانيين غير اليهود. هذا أيضا له أبعاد ديموغرافية، وإسرائيل هي تعمل دائما من هذا المنطلق، حتى أن المسؤول عن الهجرة إلى إسرائيل، من يسمح له بالدخول ومن لا، قالها وبشكل واضح اليوم في العنوان الرئيسي لصحيفة إدوات أهرونوت، أن إذا إسرائيل فتحت حدودها أمام الهجرة فهذا يعني الأمر سيؤدي إلى نهاية إسرائيل كدولة غربية وكدولة يهودية، وبالأهم يعني بالنسبة له كدولة يهودية. يعني عمليا هم لا يريدون غير اليهود أن يصلوا إلى إسرائيل، وهذا يعني نعود إلى حتى أنه قال أنه هو يخلق هذه التفرقة بين لاجئ ولاجئ.
هو يريد اليهودي فقط الذي يسمح له حسب القانون بالدخول، وغير اليهودي هو يرفض إدخاله بالمرة إلى إسرائيل. إذن الخبير في الشؤون الإسرائيلية فايز عباس حدثنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. إلى خبرنا المنوع. طور فريق من الباحثين في بريطانيا جهازا يشبه الوسادة يمكنه أن يحاكي حركة التنفس لدى الإنسان، وتشير الدلائل إلى أن هذا الجهاز هو ما يتم احتضانه من الشخص، ويمكنه أن يقلل من الشعور بالاضطراب الذي يصيب الطلاب الذين يقبلون على فترة الامتحانات. ما يتم علاج الاضطرابات والشعور بالقلق من خلال أدوية معينة أو جلسات من العلاج النفسي، غير أن هذه الوسائل قد تكون مكلفة وغير مؤكدة من ناحية النتائج. ويؤكد الباحثون أن هذه الوسائل المساعدة كالوسادة التي تتنفس قد تساعد الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات مؤقتة، ويمكن أن تساعد وسائل العلاج الأصلية التي يلجأ إليها من يعانون من هذه المشكلات. الدراسة التي أوردتها ميديكال إكسبريس المتخصصة في الأبحاث الطبية جاء فيها أن الوسادة التي تتنفس يمكنها أن تقلل الشعور العام بالقلق والاضطراب. يقول الباحثون أيضا نشعر بالحماس لأن احتضان هذه الوسادة المتنفسة يجلب للطلاب المزيد من الراحة ويشبه الشعور الذي يعقب جلسات التأمل. ننتقل أخيرا إلى أسعار صرف العملات. يصرف اليوم الدولار الأمريكي بثلاثة شواكل وأربعة وعشرين أجورة، ومسجلا ارتفاعا أو انخفاضا طفيفا. الدينار الأردني بأربعة شواكل وسبعة وخمسين أجورة، اليورو الأوروبي بثلاثة شواكل وسبعة وخمسين أجورة، والجنيه المصري بعشرين أجورة. هذه الأسعار قابلة للصعود أو الهبوط خلال ساعات العمل. لهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام الجولة الإخبارية. كنت معكم في الإعداد والتقديم آلاء العملة، وفي المتابعة والتنسيق رشا حسونة إيناس أبو نجم، وفي المتابعة والهندسة الصوتية عبد الله الخطيب، وفي الإخراج التلفزيوني خالد نجاص. بعد دقائق موجز لأهم الأخبار، إلى اللقاء. صباح الخير يا وطنا يسير بمجد إلى الأعلى. صباح الخير يا وطن، صباح الخير من رفح حتى رأس الناقورة، من قدس العروبة وغزة الأبية حتى الخليل. صباح نسيم الجليل العليل، صباح الخير من حيفا.